مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. إعلان عن مسابقة توظيف إدارة السجون ضباط إعادة التربية أعوان إعادة التربية 2022. إعلان عن مسابقة توظيف إدارة السجون ضباط إعادة التربية أعوان إعادة التربية 2022. ضباط إعادة التربية أعوان إعادة التربية 2022 لإدارة المنظمة المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعلن مديرية العامة لإدارة السجون عن فتح مسابقة توظيف المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين عن فتح مسابقة توظيف لفائدة مؤسستها. نمط التوظيف: المسابقة على أساس الاختبارات. ضابط إعادة التربية 120 منصب، شهادة ليسونس في التخصصات التالية: حقوق، علوم قانونية وإدارية، علوم اقتصادية، علوم تسيير، علوم مالية ومحاسبة، علم النفس، تخصص عيادي، علم الاجتماع، تخصص انحراف وإجرام، الإعلام الآلي. عون إعادة التربية 2280 منصب، مستوى السنة الثالثة كاملة، مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة. شروط المشاركة في المسابقة: المترشحون الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة له. يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة، أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الأقل، أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية أو معفيا منها لأسباب غير طبية، أن لا تقل قامته عن 1.66 متر للمترشحين و 1.58 متر للمترشحات، أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/20 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 7/10، أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها، أن لا يتعدى سنة 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف، أن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له المترشح والذي تنظمه إدارة السجون إيجابيا. يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة، ويلتزمون بالالتحاق بمناصب العمل المعنيون بها وفقا لاحتياجات الإدارة. توزيع المناصب: 1180 منصبا مخصصا لعنصر الرجال و100 منصبا مخصصا لعنصر النساء بالنسبة لأعوان إعادة التربية. توزيع المناصب: 100 منصبا مخصصا لعنصر الرجال و20 منصبا مخصصا لعنصر النساء بالنسبة لضباط إدارة السجون. مكان إيداع أو إرسال ملفات ترشح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الكائن مقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر. مركز الامتحان أو مكان إجراء المقابلة: المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وملحقاتها. أجال اختتام تسجيلات 15 يوما اعتبارا من تاريخ أول إشهار في الصحافة اليومية الوطنية. تاريخ الإدراج في الموقع 12 سبتمبر 2022. التاريخ الفعلي لاختتام تسجيلات التقرب من المؤسسة أو الإدارة المعنية. مكونات ملف المشاركة: طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي المطلوب، مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكويني،
استمارة معلومات مسابقة على أساس الاختبار المهني، نسخة طبق الأصل من الشهادة التي تثبت الإعفاء من الخدمة الوطنية، لا يجب أن يكون مترشح معفى لأسباب صحية. شهادة حدة البصر للعينين من طرف طبيب مختص في العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 15 على 20 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات أو العدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين 7/10. شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تثبت الحد الأدنى للقامة وهي 1.66 متر. شهادة الإقامة في الولايات المعنية بالمنصب المالي وصل إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة بالنسبة للمترشحين الموظفين، إرفاق الترخيص بالمشاركة في المسابقة والتعهد بالاستقالة من المنصب في حالة النجاح ممضيان من طرف الهيئة المستخدمة. بالنسبة للشهادات المعادلة للشهادة المطلوبة، إرفاق شهادة المعادلة. يمكنكم الولوج لموقع إدارة السجون www.djapr.mjustice.dz. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انشروا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد بحول الله، وأتمنى أن هذا الفيديو أفادكم. وحظ سعيد لكل من يرشح نفسه لهذه المسابقة.